السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض ازاي التأخر في اتخاذ القرار ممكن يخلينا نفقد بعض المزايا او نفقد بعض نقاط القوة. هنا المراحل بتاعة البناء، هنا الاستراتيجيك ديفينيشن، لسه بريبيرنج اند بريف، هنا في مرحلة الكونسبت، ديفلوب ديزاين، هنا تكنيكال، هنا كونستراكشن، الهاند اوفر، هنا الاوبريشن او ان يوز. كل استخدامات البيم في الفترة ديت قابلة للتحقيق، يعني في الاول هنا لسه في الاول، فممكن نعمل سايت اناليسيز، ممكن نعمل كوست استيميشن وهكذا. المرحله اللي بعد كده بيدخل معانا ديزاين ريفيو، بيدخل معانا داتا كلاسيفيكيشن، بعد كده في مرحله الكونسبت بيدخل معانا مرحله الديزاين اوثرنج، مرحله دروينج جنريشن، انرجي اناليسيز، مرحله الكونستراكشن بيدخل معانا الديجيتال فابريكيشن، بيدخل معانا الفيلد مانجمنت، في مرحله الهاند اوفر بيدخل معايا السبيس مانجمنت، بيدخل معايا الاسيت مانجمنت وهكذا. لو احنا خدنا القرار من اول، خلاص هيبقى الموضوع سهل ان احنا نحقق كل مزايا البيم. طيب لو احنا اتاخرنا شويه، هنلاقي ان احنا مثلا لو بدانا ناخد القرارات في بعد مرحله البريبيرنج اند بريف، في مشروع من المشروعات بدانا قالوا لنا تعالوا طبقوا البيم في مرحله، يعني تقريبا كان ربع كونستراكشن خلصان، تمام، فكل ده كان مفقود، في الجزء ده كان مفقود وهكذا. طيب لو احنا اتاخرنا، هنلاقي ان الديفلوبمنت ابريزر خلاص ضاع مننا، هنلاقي ان في حاجات كتيره جدا احتمال في تحدي، يعني انها تحقق الحاجات اللي هي باللون البرتقال دي، يعني في تحدي، يعني لو اتكينا على نفسنا نقدر نعملها، انما الحاجات اللي باللون الاحمر دي خلاص عدينا المرحله ديت، احنا في مرحله تانية. يعني ما ينفعش بعد ما خلصنا حاجه وناخد قرار بشكل عكسي، او بعد ما خلصنا الديزاين وكل حاجه نقول لا ده احنا ممكن نغير حاجه اساسيه او نغير النشاط وهكذا، هيبقى التكلفه كبيره يعني. طيب لو احنا جينا هنا وبدانا ناخد القرار في بدايه الكونستراكشن، هنلاقي ان في حاجات كتيره خلاص لا يمكن تحقيقها، وان كل الحاجات التانية تقريبا ما عدا الاجنسي والماركتنج وان انت تبدا تسوي الحاجات دي حاجه مستقله، بس تلاقي ان انت خسرت حاجات كتيره جدا، وعندك تحدي ان انت تحقق بقيه الحاجات. لو انت جيت تاخد القرار بقى في النيوز، خلاص في حاجات كتيره جدا هتفقدها، انت تكلفه الموديل ثابته، بس الحاجات اللي هتحصل عليها في تحدي في بعض العناصر زي بيلدنج سيستم، زي السبيس مانجمنت، زي الاسيت مانجمنت، كل الحاجات دي فيها تحدي ان انت تقدر تعملها، وفي حاجات خلاص انت فقدتها مش هتقدر تدخل فيها.